جمعة مباركة. اليوم طلعت البلابل سبحاً، كشميري وردة وجوري، وطلعت بس النثاية لأن حتى البحلة لا يتعاركة. السبح ضروري متابعيني الكرام للبلابل بالأسبوع مرة مرتين كل الزين، لأن الجو حار ومحتاجات السبحان. هاي وردة وكشميري، ما ننشفن من يسبح يجي نشف على القفص. السبح يساعد على نظافة البلبل من الفاش